اكبر السلاح على الصواريخ يفتح الجو يسبوه كمان على ايدي ابطال لواء الله اكبر وكتيبة ثوار الشيطات وكتيبة جنود الحق وكتيبة الله اكبر تسرع على العتاد الكامل من صواريخ وزفيرة ومضاد طيران اقوى كتيبة دفاع جوي في سوريا تم تحريرها على ايدي ابطال الجيش الحرفي البوكمال 30/8/2012 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر العزة لله الله اكبر